حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. متابعي طقس العرب في المملكة العربية السعودية، أسعد الله مساءكم بكل خير. ساد طقس مستقر في عموم مناطق المملكة يوم الاثنين باستثناء المرتفعات الجبلية العالية من منطقة الجنوبية الغربية، حيث هطلت صخات من الأمطار. نبدأ نشرتنا بصور أقمار اصطناعية ملتقطة خلال ساعات صباح يوم الاثنين. لاحظ اندفاع لكميات من الغيوم العالية والمتوسطة غير الفعالة في عموم مناطق المملكة. كان الطقس صافي هنا بالمنطقة الشمالية خالي من الغيوم. يلاحظ هنا بعض التكونات الرعدية فوق المرتفعات الجبلية العالية نتيجة لتأثر تلك المنطقة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي. يتوقع أن تشتد حالة عدم الاستقرار الجوي على المنطقة الجنوبية الغربية خلال الساعات القادمة، تحديدا خلال ساعات يوم الثلاثاء. نتحدث عن هذه الحالة عدم الاستقرار المتوقع على المناطق الجنوبية الغربية يوم الثلاثاء بخرائط الأمطار. لاحظ هنا كمية جيدة من الأمطار متوقع أن تهطل اليوم الثلاثاء بحول الله على المرتفعات الجنوبية الغربية، أيضا تشمل المناطق الساحلية سواحل جازان، سواحل الباحة وسواحل عسير. أيضا تشتد الغيوم الرعدية مع ساعات الظهيرة والعصر، لكن تتركز الفعالية الجوية فوق المرتفعات الجبلية، تتراجع تدريجيا على السواحل. خلال ساعات المساء والليل تنتقل الفعالية الجوية نحو مرتفعات الطائف ومكة المكرمة، لكن تكون على شكل حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي. لكن خلال ساعات الليل وأيضا خلال يوم الأربعاء يتوقع أن تنتقل الفعالية الجوية، هذه حالة عدم الاستقرار الجوي، نحو المنطقة الوسطى وأيضا المنطقة الشرقية، ستكون عبارة عن حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي يوم الأربعاء. تأمل على هطول بعض زخات الأمطار العشوائية والمتفرقة، قد تشمل العاصمة الرياض بإذن الله. ننتقل الآن ونتحدث عن درجات الحرارة المتوقعة خلال الثلاث أيام القادمة، حيث تشير توقعات إلى ارتفاع تدريجي خلال ما تبقى من هذا الأسبوع، مع اندفاع لكتلة هوائية حارة قادمة من الجنوب من منطقة بحر العرب باتجاه جنوب المملكة العربية السعودية، تنتقل تدريجيا نحو المنطقة الوسطى والشرقية خلال الثلاث أيام القادمة. لاحظوا معي هذه درجة الحرارة العظمى خلال يوم الثلاثاء، يوم الأربعاء المزيد من الارتفاع، يوم الخميس ارتفاع إضافي، يوم الجمعة تلامس درجات الحرارة 30 مئوية في كل من الرياض المنطقة الشرقية عموم منطقة الربع الخالي، أيضا السواحل المطلة على البحر الأحمر كنتيجة للاقتراب لمنخفض جوي من منطقة بلاد الشام، يعمل على اندفاع لكتلة هوائية حارة قادمة من الجنوب باتجاه المملكة العربية السعودية. ننتقل الآن إلى توقعات الجوية خلال ثلاث أيام القادمة على العاصمة الرياض. طقس مستقر خلال ثلاث أيام القادمة بإذن الله، لكن يوم الأربعاء قد تتأثر منطقة الرياض بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، قد تعمل هطول بعض الزخات الخفيفة والمحلية الطابع خلال يوم الأربعاء بإذن الله. يوم الثلاثاء طقس مستقر 21 درجة كحرارة عظمى، 11 درجة مئوية كحرارة دنيا، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة يوم الأربعاء 22 درجة مئوية كحرارة عظمى، 12 درجة مئوية كحرارة دنيا. المزيد من الارتفاع يوم الخميس 24 درجة مئوية كحرارة عظمى، 14 درجة مئوية كحرارة دنيا. كملخص لحالة الطقس التي استعرضناه وإياكم خلال نشرتنا الحالية، كما ذكرنا هناك زخات رعدية من الأمطار على منطقة الجنوب الغربي، في حين تشتد حالة عدم استقرار الجو على المرتفعات الجنوبية الغربية أو في عموم المنطقة الجنوبية الغربية خلال يوم الثلاثاء. أيضا هناك حرارات ثلاثينية متوقعة خلال نهاية الأسبوع مع اقتراب لكتلة هوائية دافئة من العديد من المناطق المملكة العربية السعودية خلال نهاية الأسبوع. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.